زاري فرق امكانيات كبيره على المنتخب العماني، قدموا اللي ما يستطيعونه بهذه المباراه، لكن معي على الحبسي اللي كان عليه الضغط الاكبر بالمباراه. علي يعطيك الصحه والعافيه، نجم عمان الاول، نتكلم مباراه اليوم. اول شيء من نظره فنيه، شلون شفت المباراه؟ والله اول شيء الحمد لله رب العالمين، بس كوجهه فنيه ما اعتقد ان احنا كمنتخب عمان قدمنا اي شيء في المباراه. يمكن مثل ما شفنا من بدايه المباراه من الضربه الاولى في المباراه، اعتقد انه بينا احنا كفريق كامل، ما اقدر اقول لك كلاعب معين، لا الفريق كامل، ما اعتقد انه كنا في الجو المباراه اللي مفروض كنا نقدمه. تعرف انت اليوم تلعب مع منتخب الجزائر، منتخب كبير، منتخب عالمي، قدم مستويات جدا كبيره، فالحضور الذهني كان جدا مهم في المباراه، فدائما البدايه جدا مهمه خصوصا لما تلعب مع فريق كبير. تستقبل هدف اول دقيقه في المباراه ضد المنتخب الجزائري وتستمر الاخطاء وتسلك كفريق كامل، اعتقد انه يعني تجربه جدا سيئه بالنسبه لنا. علي، بعد المباراه ماليزيا والفوز بالسته والانتفاضه الكبيره للمنتخب العماني، ممكن المستوى يكون منتخب ماليزيا مو هناك، لكن منتخب اليوم تفوز بالسته وتخسر الاربعه نكسة. والله شوف، مثل ما اقول لك، يعني اليوم انت تقابل منتخب كبير مثل منتخب الجزائر، لازم تكون حاضر، يعني حاضر من بدايه المباراه، فاعتقد ان عدم التركيز في المباراه اللي خلانا احنا نخسر بهذه النتيجه. يعني مثل ما قلت، ما قدمنا اي حاجه، ما قدرنا ان نخلق اي فرص في المباراه، سيطره تامه من الفريق الجزائري، بس اتمنى ان احنا نعالج الاخطاء اللي وقعنا فيها. ومثل ما تفضلت، الجانب الثاني لفرق الامكانيات الكبيره، اليوم انت تلعب مع منتخب يعني محترف، بس هذا ما يخلينا نحن يشفعنا عن الاداء اللي قدمناه. يعني انا اقول لك، لعبنا مع منتخبات يمكن اقوى من منتخب الجزائر وقدمنا مستويات افضل من هذا. قادم، والله القادم اتمنى انه يكون في تركيز، معنا تصفيات كاس العالم، وهي الحين راح تكون صعبه لان الحين نظام تغير، هي تصفيات كاس العالم وهي تصفيات كاس اسيا، فالحضور لازم يكون اميز افضل، فاتمنى معنا. خبرتك الكبيره، وين الخلل في المنتخب العماني مثلا، من اللعيبه، من الاداره، من وين؟ والله شوف، يعني المدرب اللي ما حققت معاه اي انجاز. والله شوف، انت لما تيجي عشان واقع الكره العمانيه، ما اعتقد انه في دقيقه ولا دقيقتين ولا حلقه ولا حلقتين يقدر الناس كلها تعرف وش المشكله، الناس ادرى بالشيء اللي احنا فيه. احنا للاسف يعني حتى دوري محترفين ما معانا، يعني اليوم انت اليوم احنا اخذنا معسكر في قطر، الامكانيات الكبيره اللي متوفره، الملاعب، المدربين، هذه الاشياء كلها ما متوفره معانا في عمان. يعني كيف تقدر انت؟ بعض الاحيان الناس تلوم اللاعبين، على في بعض المباريات ممكن تلوم اللاعبين، بس انت اليوم لما جيت تتكلم عن منظومه كامله، فاحنا اعتقد المنظومه معنا لازم تتعدل، لازم يكون الصوره اوضح. واقول لك نحن متاسفين يعني جدا، يعني نتيجه كبيره وقاسيه بالنسبه لنا. يعطيك الصحه، الله يعافيك يا رب. رساله وجهها طبعا على الحبسي، انه لابد حل مشاكل في المنتخب العماني من كل الاوجه، من اداره، من لاعبين، من لاعب، من طبعا جهاز فني اداري. طبعا طالب في المنشات، طالب بالاهتمام اكثر المنتخب العماني، منتخب عمان شقيق وحبيبنا، ودنا يرجع كما كان سابق. نرجع لكم الى ان